اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا على قد الايد واكلاتنا اللي كلها ان شاء الله على قد ايدينا. النهارده هنعمل اكله كده صديقتنا قالت لنا عليها، يا رب تكون بتتفرج علينا علشان تقول لنا احنا ماشيين صح ولا في حاجه عايزين نصلحها، كذا حد قال لي عليها كمان بس هي اكتر واحده اللي قالتها لي على الشاشه، وهي الكفته اللي بالبرغل والرز. معايا؟ الله يكون معايا ان شاء الله. طبعا انا جبت الوصفه برضو وسالت عليها كذا مره، يعني هي عباره عن ايه. انا عندي هنا كوبايه فريك مع كوبايه رز على حوالي نص كوبايه من نص كيلو من اللحمه او ازيد شويه، خلاص هنحط عليها بصلايه، ثوم مفروم، خضره، يعني هي حاجه شبه كفته الرز بالظبط بس بيحط لها فريك كمان. ده في الاول مش هعملها كفته رز برز ولحمه وبصل وثوم وخضره، هما بيزودوا لها، دي اكل من منصوره، بيزودوا لها كمان كوبايه فريك. الفريك بيتنقع في ميه، الرز بيتغسل ويتصفى ويتساب شويه عشان يتكسر معاكي بسهوله. خلاص كده يبقى الفريك بينقعه في ميه، الرز بنغسله ونصفيه. نصفيه يعني ايه؟ يعني بعد ما نغسله نصفيه ويبقى بالشكل ده كده. بص معانا اهو، لما تيجي بقى تعمليه كده في ايديك تلاقيه بيتكسر كده. طبعا كل ما يتنقع اكتر، يعني عاملاها قبلها بيوم مثلا بتلاقيه ايه بيتكسر معاكي بسهوله اكتر. انت طبعا انا هقول لك ايه، انا هعمله في مطحنه، انت لو ما عندكيش المطحنه هتاخدي الحاجات دي عند الراجل بتاع اللحمه زي ما بتعملي كفته الرز بالظبط. زي ما بتعملي كفته الرز هتاخدي الفريك تغسليه تنقعيه شويه، وبعدين هتاخدي الرز المغسول والمنقوع متصفي، يعني متصفي مش منقوع، مصفياه على طول علشان بيتكسر معاكي بسهوله، وتاخدي البصل وكل حاجه عند الراجل بتاع كفته الرز هو يعملها لك. خلاص فهو انا عندي كده فريك منقوع والرز المتصفي. اجيب بقى مطحنه صغيره، مطحنه بتاعت شفش الخلاط اللي عندنا عادي، اطحن فيه. طبعا هو لو عملتيها بره بتبقى احسن كتير كمان، خلي بالك لان هو ايه الراجل بره بيطحنها كذا مره وبيطحنها حلوه قوي. دي لحمه جملي او لحمه عادي، ممكن دي او دي، ماشي. اطحن بقى الرز واطحن الفريك الاثنين. انت طبعا لو عندك هو بقى في المطحنه بيحط لك على اللحم مع كل حاجه. لو انت حطيتي الرز سليم هنا طبعا، يعني لو عند راجل هيتطحن، عندنا احنا لا، هيتكسر في الحاجه هيبقى شديد جدا. انما لما بنغسله ونصفيه في المصفى بتلاقيه ايه بعد، وتسيبيه بقى قد ساعه اتنين قبلها بيوم مش مشكله، يتكسر معاكي بسهوله جدا بقى. اهو بصوا هنا اتكسر ازاي بسهوله، لو كان بقى سليم ما غسلتوش او صف يعني نقعته كده هتلاقيه ايه شديد معاكي. وادي الفريك بقى برده منقوع ومتصفي، بس ده منقوع شويه. برضو ايه اطحنه خالص، وزي ما قلت لك ما عندكيش لا المطحنه دي ولا الفود بروسيسور، على طول على الراجل بتاع اللحمه يفرم لك كله مع بعضه. على كده شوية كمان. طحنها حلو قوي، كده كده انا هكمل طحن ليها في الفود بروسيسور برضو.
احطها على الرز. واطحنهم مع بعض. ابدا بقى انزل عليه ايه؟ بصلايه، الثوم، الخضره، كل ده. بصلايه واحده حلوه كفايه. معلقه ثوم مفروم. الخضره بقى نص حزمه نص حزمه نص حزمه على طول كده. نبدا بقى ايه نطحن كلهم تاني. تمام، يبقى انا كده حطيت الايه الرز والفريك بعد ما طحنتهم حطيتهم هنا. ابدا بقى ايه، وحطيت الخضره، حطيت البصل والثوم. ادي نص كيلو اللحمه، نص كيلو اللحمه، بهارات، ملح وفلفل، شويه بهارات، شويه ملح وفلفل، التفليحه المظبوطه بس بتاعتها، فلفل اسود. واطحن ده كله مع بعضه بقى. خليها كلها عجينة واحدة، كله كله خلاص كده. طبعا الجزار يعمل لك كل ده، انت بس هتاخدي معاكي الحاجة. لو انت ما عندكيش المكنة دي والمطحنة، هتاخدي معاك كل الحاجات دي كانك رايحه تعملي كفته رز بالظبط، بس خدي معاها كوبايه فريك مغسول. ادي كده هو هيحط لك البهارات وكل حاجه. هاجي هنا بقى ايه، ادي كده الكفته، ابدا ان انا اعملها اقراص. كده ممكن نجيب حاجة نحط عليها بس كده عشان نحطهم مع بعض. ايه هيتسلق ده كله، هيتسلق. كده طبعا تعملي الحجم اللي انت عايزاه، كبير او صغير. ممكن تعملي قراص صغنونة كده خالص، وممكن تعملي كبيرة كده شبه الطعمية شوية.
يعني ممكن بقى اعملها صغننه اكتر من كده شويه. بص كده حلو الحجم ده، معقول قوي. طبعا ممكن نعمله صوابع على فكره، بس هما دي طريقتهم ان هو بيعملوه اقراص كده. نظبط شكلها عشان ده اللي هيفضل عليه. انا حط ميه على النار تغلي. استفيت عليها عشان ايه؟ ما تقعدش تغلي كتير وتخلط. كده شفتوا بقى سهله ازاي؟ هي اهم حاجه بس ان هي تتعجن حلوه قوي. عشان كده بقول لك زي اللي بتعملي كفته الرز خديها معاكي، هو هيعمل لك كل حاجه بس حطي له معاها فريك. هما كمان بيحطوا معاها كربوناتو، يعني بيحطوا هنا كده حوالي وهي بتتعجن مع بهارات بيحطوا قولي كده ربع معلقه كربوناتو، مش كتير، حاجه قليله قوي عشان تنفش معانا بس شويه. ماشي، ربع معلقه كربوناتو. ادي كده خلاص. قولي مثلا دول كلهم، مش هقعد اعمل كل دول بقى الكميه، ما شاء الله نص كيلو بيطلع لك كميه حلوه. الميه بتغلي بقى كده، ونروح ايه ننزل فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الاقراص كده تتسلق. ماشي، هنسلق شويه شويه. اول حاله لو اوسع من كده بتحطيهم عادي. ماشي، تليفون تليفون معانا موجود اهو، اللي عايز يشترك معانا. بس الناس سقعانه النهارده بقى، حرام الدنيا تلج، مش شايفه عامله ازاي. الناس يا دوبك عايزه دلعت البطانيه كده. نبدا بقى هنقلي ايه. بعد ما بنسلق دي بتقعد حوالي قولي كده 10 دقايق بتبقى بالشكل ده، بتسلق بنطلعها بالشكل ده. تمام، بعد ما بنسلقها بنعمل لها حاجه زي القرنبيط كده شويه، دي عباره عن بيض ودقيق وشويه ميه وبهار يعني، ونتبلها بس خلاص. فانا هحط هنا شويه ايه، نحط الاول بيضه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنضربها بشويه ملح وفلفل وشويه ميه، وننزل عليها معلقتين دقيق. بيربوا لها حاجه كده زي الايه، زي ما بنعمل القرنبيط. فهنقول مثلا بيضه او اتنين عشان الكميه دي كبيره. بسم الله الرحمن الرحيم. شويه ميه. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه بقى تحطي شويه شطه، عايزه تحطي اي بهارات عندك بتحبي تفضليها هنا حطيها. نحط كده معلقتين دقيق. حتى بيقولوا عليها كباب الكفته دي، بيقولوا عليها كباب وتتعمل معاهم في المناسبات. كده
انا عايزه قوام عجينه تشيل الكفته دي تشيل عجين ماشي، فيبقى القوام مش رفيع قوي مش خفيف يعني، يبقى سميك شويه بحيث ان الكفته تشيل معانا عجين زي القرنبيط ما بنعملها بالظبط. تمام كده، الزيت بس يسخن بس شويه بحيث انزل فيها الايه الكفتايه على طول واطلعها من الكفته من العجينه على الزيت السخن. طب انا ممكن اجيب دي هنا كده واجيب دي هنا، معلش اغلي براحتك الناحيه دي عشان بس تسخن ازيد شويه اسرع. تمام، طبعا حلو قوي الافكار الجديده دي، يعني احنا بنعمل كفته الرز احنا بنعملها عادي خالص ونيجي نحمرها وبعدين نروح ايه يعني لو تعملي كفته الرز يعني، وممكن دي على فكره نفس الطريقه برضو يعني مش لازم ان انا اسلقها وبعدين اعمل الخلطه دي، انت ممكن تتجهيها اتجاه تاني خالص وتعمليها معامله كفته الرز بس هيختلف طعمها عشان فيها فريك، برضو بتحمريها وتعملها صلصه التوم ممكن جدا ما عندناش اي مشكله، احنا بنحب نغير يعني. فاخد كده ايه كفته المسلوقه واقلبها كده في الايه في العجين، نجرب كده واحده نشوف الضحيه بتاعتنا دي اخبارها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، لا شكلها ضحيه فعلا، استنى عليها شويه. استنى عليها حبة صغيرين، نجي يسخن بس شوية كمان، أجهز طبق نطلع فيه ونجهز له كمان مناديل إيه مناديل مطبخ برضو عشان لو في أي زيادة في الزيت ننزلها. بسم الله، حتى زيت سقعان مش الناس بس. لو كان في الصيف كان ايه هوا. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو كده كويس. طبعا هو مسلوق فاللحمه مستويه، انا بعمل ايه عشان كده بتقعد حوالي 10 دقايق على النار تتسلق علشان ايه، لا تعالى انت كده هتوسخ لي الدنيا، عشان اللحمه تستوي. تمام كده اهي، هقول تاني مقادير الكفته ادي كده، انا مش هزنق قوي عشان اقلب براحتي الكفته في الايه في على النار. مقادير الكفته دي ايه تاني، انا حطيت نص كيلو من اللحمه المفرومه عليها كوبايه من الرز وكوبايه من الفريك، طحنت الاول نقعت الفريك شويه صغيرين كده وصفيته، وكمان الرز رحت غسلاه ومصفياه، انا طحنتهم المطحنه اللي عندي كويس جدا جدا، بعدين حطيتهم في المطحنه الكبيره، نزلت عليهم بصلايه بخضره نص حزمه نص حزمه كده من كل واحده، قولي حوالي كوبايه ونص من الخضره عشان خضره كتير هي حلوه، وكام اربع فصوص من التوم مفرومين او حطيهم هيتفرموا معاها، وقلبت ده كله جدا مع بعضه كويس قوي قوي، عجنته عجين زي ما انتم شايفين كده، حطيت له بهارات وملح وفلفل، عايز تحط شويه كمون، حطي معلقه صغيره من نص معلقه صغيره من الكربوناتو على الكميه دي كلها، اتعجن ده كله مع بعضه، بدات ان انا اعمله اقراص زي ما انتم شايفين وبعدين اسلقه. خلاص بيقعد يستلق حوالي قولي 10 دقائق، بعد كده بطلعه بالشكل ده بيبقى كده زي ما انتم شايفين كده ماسك نفسه كده، وبعدين ابدا انزله في العجينه واحمره. خلاص كده بس شكرنجيف اقلب بيها، ها
اهي بصوا بالشكل ده كده. بخلي بقى لغايه ما كل العجين ده ايه زي القرنبيط كده يحمر شويه. وعلى فكره العجينه دي احنا ممكن نحط لها توابل كتير، يعني جربيها الاول ساده وبعد كده ممكن تحط لها بقى بهارات، ممكن تحط توم باودر، بصل باودر، بابريكا، اي بهارات بقى انت عايزاها، بس جربيها الاول ساده وشوفي انت ايه ممكن تضيفي لها ايه. كل واحد يبقى ليه بهارات معينه بيحب يضيفها على الاكله بتاعته، تمام كده؟ بس كده. طب انا هطلع في فاصل هكمل تحمير دول، وهطلع في فاصل وهنرجع بعد الفاصل نكمل وصفاتنا، وفاصل ونواصل. ورجعنا من الفاصل. استنى بس عايزه اروق الشقه والله. واحد صحي الصبح كده مش فاضي. بصوا بقى كده الكفته اهي بالشكل ده، حاجه جديده لذيذه. طبعا زي ما تقول الحجم اللي انتوا عايزين تعملوه تعملوه، صغيره كبيره زي ما انتوا عايزين. ماشي، انا بحركها دي كده. طيب انا عايزه اوريكم دلوقتي حاجه وانا بحمر كده الكفته، عايزه اعملها مع بعض برضو، تنفع اكله صيامي او اكله ارداحي، اكله متكامله غذائيا، وهي المكرونه بصوص الفلفل. انا عندي هنا مكرونه، طبعا انا جايبه سباكيتي، انت ممكن تجيبي اي لون. عندي فلفل رومي وفلفل حامي بالشكل ده، احنا ممكن ناخد مثلا ايه 2 كبار كده عشان هو ده صوص الفلفل ده الاساس. طماطم مقطعه صغير، ثوم، كمون، وشويه خل. الطريقه دي عايزاكي تجربيها، طريقه كده لذيذه. بس هنا كده حط حل على النار، حط فيها ميه علشان اسلق المكرونه، وزي ما اتفقنا ميه سخنه عشان تبقى سريعه. نص المكرونه طبعا برضو الاكله دي تنفع جنب دي، يعني ممكن اعمل الكفته دي وانا عامله جنبها صوص المكرونه بصوص الفلفل دي. حابه ان انا اعمل المكرونه دي لوحدها اكله حلوه جدا، عايزه اعملها جنب الكفته اعملها او الكباب ده. انا حمرت دي زياده شويه عشان احنا بنحبها متحمره اكتر. ماشي، بس عايزه اشيلها عشان ما تلخمش فيها، علشان ايه نشوف مع بعض هنعمل ايه في المكرونه اللي بصوص الفلفل. كده بس خلاص كفايه ده كده. نيجي بقى هنا، عايزه بقى اشوي الفلفل ده، اشويه ازاي؟ طبعا عملناه قبل كده كذا مره بس برضو نعمله تاني. ممكن اي صينيه حتى كده هحط فيها الفلفل. انا مثلا عايزاها ايه بارده، يبقى فلفل رومي بس. عايزاها حاميه شويه، بشوي كمان معاها قرن فلفل اخضر احمر اي حاجه، ويا دوبك مسحه زيت عليهم، وادخلها بقى الفرن يشوي. لو عندك الشوايه الفرن ليه شوايه من فوق، يبقى ايه حطيها من فوق في الشوايه كده وقلبيها، بتستوي بسرعه جدا. عند الجريل اعمليها عليها بس كده، ادي كده ادخلهم بقى يشوي. انا ايه عندي شوايه فوق احطها كده واسيبها الشوايه تشتغل من فوق، وبعدين شويه اروح مقلباها. اشوي الفلفل يبقى بالشكل ده بعد ما يشوي. طبعا مش هستناه لما يتشوي، كفايه ان حصلوا المكرونه. المكرونه ميه عشان غليت بس. هنحط هنا مع بقدونس بقى ولا اي حاجه، سلطه معاها تبقى حلوه قوي. حط شويه ملح. الملح ده ليه؟ في المكرونه وهي بتتسلق علشان المكرونه تمتص اي حاجه نحطها لها،
ما تبقاش زي البلاستيك. خلاص عايزه المكرونه بطولها سيبيها كده وهي هتنزل لوحدها. عايزه اقسميها اتنين اقسميها اتنين زي ما انت عايزه. خلاص نيجي بقى هنا عشان نعمل الصوص الفلفل بتاعنا للمكرونه. انا عندي اهو الفلفل بالشكل ده، اجيب مطحنه برضو، اي مطحنه عندك قطعيها صغنون قوي في الخلاط زي ما انت عايزه. ماشي، نزقها بس كده. فلفل اهي، يعني القشره لقيها كده طالعه معايا طلعيها، مش طالعه مش مشكله، كده كده هتطحن كلها عشان نعمل صوص فلفل تدي المكرونه بقى طعم جديد خالص. دي بقى اكله ارداحي بس حلوه، ارداحي صيامي اللي عايز ياكل من غير لحوم اي حاجه كده، وكمان مغذيه جدا. لو مش عايزه فلفل حامي بلاش، خلاص زي ما انت عايزه. تقشر معايا بسهوله خالص اهي، ما طلعتش مش مشكله، اشيلها بس من البذره. انا حاطه هنا ثلاث فلفلات عشان دول اصغر، فلفات عشان دول اصغر لا ما يغرقوش بقى اتريق على نفسي كتير ولا ما اتفرج على التلفزيون بقى يا شيخة كنت عملتي كده يا ستي حرام عليك كده قاعده اكلم نفسي في التلفزيون. ما انا عشان كده بحب اتفرج على نفسي اشوف بقى في ايه مش مظبوط. يا ستي خليكي في حالك على طول. خد نص بس قرن واحد كده، نص قرن بس خلاص مش كتير اهو، يعني تديها تبقى حاجه مظبوطه كده حلوه. واطحنهم بقى قوي، بقى صوص فلفل. بصوا بقى صوص فلفل، خليها بقى كده تتصفى واروح اعمل بقى ايه المكرونه بتاعتي. المكرونه بتتسلق على طول اهي، بتاخدش وقت. حبتين صغيرين كده كده، انا في زيت في الفلفل حتى لو بقشره فبرضه هو بيوصل له زيت، فخلاص كفايه. ثوم، خل، الطماطم، الكمون والملح. هحمر الثوم، يعني قولي على الكيس ده بياخد حوالي 6 فصوص من الثوم من الكبار، يعني معلقه كبيره كده. عليها رشه ملح، اخلي الثوم يحمر مش يتحرق، يعني يا دوبك ياخد اللون الذهبي كده. ماشي، حطيت تليفونات لان صلاح تليفونات كل قاعده احط تليفونات، ما عندكوش تليفون اصلا
بص اللون ده بيبدا يدي اللون الذهبي ازاي. اهو بص اللون ده. معلقتين خل، طماطم مفرومه، قولي كده ايه قد كوبايه ونص طماطم مفروم مقطع صغير، وصوص الفلفل بقى هو ده الريس بتاعنا. بصوا قد ايه كميه حلوه، زدت فلفلتين كبار او ثلاثه وسط. خلي بي ايه طير، حتى هيديكي لون مكرونه جديد، طعم ولون طبعا. عذرا. خلي دخل على زوري على طول. كذا انا ليه؟ ده الفلفل براحته. ادي المكرونه، بص الصوص اهو كده خلاص. بصوا انا عايزاه بس يغلي، خلاص انا عايزاه يغلي مع الطماطم. الطماطم بس تدبل شويه صغيرين، تدبل الطماطم شويه صغيرين، شويه كمون كده عليها، حطيت ملح وفلفل وكمون. اجي بقى هنا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، مش تطلع كده انت ايه، بس ايه معلقه المكرونه بسباكيتي لا والله معانا منى اهلا وسهلا. هو تليفونكم بايظ بسم الله ما شاء الله. طارق ايش يا طارق؟ حاضر. الله يسلمك يا سامي والله لو اتولع على التليفونات يا طارق. اه والله شكله كده. صف نيته بس. اول ما يمسك التليفون يتكهرب على طول. ادي كده المكرونه اصفيها كلها كده. ماشي، واقلبها بقى بصوص الفلفل ده اللي انا عملته اللي بالطماطم. حتى لونها جديد بقى جدا يعني. تمام بس كده، ادي كده المكرونه بصوص الفلفل. اجيب لها بقى حاجه ايه احط فيها. المكرونه دي بقى ممكن تعملي جنبها بطاطس محمره، حلو قوي. لو مش عايز تقدمي معاها الكفته دي قديه معاها بطاطس محمره بس، دي نوع من انواع المكرونه تليق جنب اي حاجه. انت عايز تعملي مكرونه مثلا، قولي زهقتي بقى كل يوم مكرونه حمراء، ولا مكرونه مثلا هعملها مكرونه بشاميل، لا دي جديده حلوه.
جربيها كده وقولي ايه رايك فيها. ماشي بس كده. كفايه ما ناكلش مكرونه كتير عشان الرجيم. الشتا دوت بقى بيخمنا خم غير طبيعي. خليكي بقى تاكلي كتير وكل اكله بيتخزن، كل اكله. فيعني عايزين نخلي بالنا كويس جدا جدا من نفسنا في الشتا ده بالذات. وزي ما قلت لكم حاجه مهمه قوي، ان احنا الصبح ناخد كوبايه ميه سخنه عليها معلقه عسل عليها حتى ان شاء الله نص ليمونه. ولو انت بس حاسه الليمون بيضرك او بيضايقك عصره واحده بس، لان هي مفيده للبرد، تحرق دهون كويس قوي. فاحنا بنحاول بقى ان احنا يعني نتعب نفسنا شويه وناخد الحاجات دي يعني. وحتى هي دقيق ان شاء الله ان شاء الله يعني من البرد نحاول نحافظ كده شويه. فدي حلوه جدا، هي كوبايه ميه عليها معلقه عسل صغيره عليها عصره نص ليمونه او ليمونه، طبعا يعني ما كل ليمونه يبقى احسن. بس في ناس تقول لك لا مش كل يوم بقى هاخد ليمون ومش هقدر، هي نص ليمونه بس. دي ان شاء الله يعني مفيده جدا. اقطع بس شويه بقدونس كده للايه، الكفته دي بتاعتنا. قدميها مع بقدونس، قدميها مع سلطه خضراء. انا عايزه رب كتكوتين هنا. مش كده؟ ولو حتى مش عايز تعملي سلطه خضراء وقطعتي بقدونس لازم يتاكل معاها، تاكلوا الاخضر ده حلو جدا. وما شاء الله بقى في الشتاء بتبقى الخضره شكلها حلو جدا وما يعني مليانه، حتى غير الصيف كنا اول نشتري في الصيف كده الحزمه البقدونس فيها عودين، انما دلوقتي لا في الشتاء بقى بتلاقيها مخضره وحلوه قوي. فنحاول نستغل الحاجات دي كتير. حتى اما تعملي محشي كتري قوي الخضره. طب انا عارفه كرومب صديق العائله في الشتاء. نبص عليها بقى الكفته كده دي. ادي كده، ادي كباب الايه، كباب الفريك، كباب الفريك. حاولوا تجربوها مع بعض كده ايه، حتى في حبه صغيرين قوي. ولو انت قلقتي منها ومش يا عيني على المواعين، يا عيني ده النهارده في غسيل مواعين بقى للصبح. معانا ام باسم، اهلا وسهلا يا ام باسم. يا ام باسم السلام عليكم. مش التليفون مش مظبوط يا جماعه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا ام باسم؟ لسه نايمه. الحمد لله. ازيك انت عامله ايه؟ وطي التلفزيون عندك يا ام باسم عشان تسمعيني كويس. طب خلاص انا هطلع في فاصل وربنا يسهلها يا رب يكونوا صلحوا التليفونات، واشوفكم بعد الفاصل. فاصل فاصل. ورجعنا من الفاصل، ودلوقتي هنعمل مع بعض بقى عيش مطبق ونحشيه. هقول لك ازاي. عندي عجينه وعندي حشوات، حشوات زي حشوات المدرسه بالظبط، او اي حشوات انت تتخيليها اللي يريحك. عايز تعملي اي حاجه سندوتش هنعملها دلوقتي. ازاي بقى؟ اقول لك العجينه وانت احشيها زي ما انت انا عندي مثلا حشوات، عندي جبنه رومي، عندي جبنه بيضه، عندي لانشون، خس، طماطم، اي حاجه، برجر، اللي انت عايزاه. فالعجينه دي هنعملها ازاي بقى؟ ده حشوات الموجوده في الثلاجه. انا عندي عايزه احشي حاجه ثانيه زي ما قلت لك، عايزه احشي برجر، عايزه احشي اي حاجه اللي يريحك، حتى لو لحم مفروم، حتى لو كفته، زي ما انت عايزه. العجينه بقى هي الاساس. العجينه دي عباره عن ايه؟ 3 كوبايات من الدقيق، 3 كوبايات من الدقيق، معلقه كبيره من الخميره، معلقه كبيره من السكر، ورشه الملح، ربع كوبايه من الزيت، نص كوبايه من الزبادي. سهله؟ يبقى هنا 3 كوبايات
من الدقيق، معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من السكر، رشة الملح، ربع كوباية زيت، نص كوباية زبادي. طبعا اللي عايز تعملها صيامي مش عايز تحط زبادي او عايزه توفر ما تحطش زبادي عادي، كملي بميه، عجنيها بميه عجينه طريه خلاص مش مشكله الزبادي. وبرضو اعملي معايا نفس الطريقه وبعدين احشيها برضو زي ما انت عايزه، يبقى انت برضو عملتي عجينه صيامي او عجينه ما عندكيش زبادي مش عايزه تحطي مش مشكله، انا بزودها طراوه بس لو عايزه تستغني عنها استغني عنها. خلاص كده، بسم الله الرحمن الرحيم. 3 كوبايات من الدقيق، 3 كوبايات من الدقيق، معلقه كبيره خميره، معلقه كبيره سكر، رشه الملح، نقلبهم مع بعض. هحط لها ربع كوبايه الزيت. انا بعد كده انا ممكن اعجن بالميه وخلاص، يبقى انت كده ايه عملتيها صيامي او ما عندكيش زبادي ما حطيتيش. واحط ميه، انا هديها طراوه بالزبادي بس لو ما عندكيش زي ما اتفقنا خلاص. دي نص كوبايه زبادي، ماشي، وعجن بميه. معلش عنده برد العجان مال يعرق. هنعملها عجينه طريه، والخطوه بقى اللي جايه دي اللي مهمه. يعني عجينه انا عملت عجينه عاديه شبه عجينه البيتزا، شبه عجينه العيش الفينو، عجينه بخميره خلاص. يعمل لي ازعاج. العجينة كده بص العجينة طرية ازاي. اسيبها تخمر واروح بعد كده مقسمها كور، كل كوره قد الرغيف، يعني كده كده قد الرغيف كده، واسيبها تخمر تاني. هتلاقيها بقت ايه بقى، كبرت بقى يعني بعد كده اهي كده، احطها في طبق جنب بعضها وتبقى بالشكل ده بعد ما تخمر. ماشي، انا طبعا مغطيها ببلاستيك اهي الحجم ده، قد رغيف العيش الكبير شويه يعني مش الصغير قوي، هي قد دي بالظبط، بتنفش بقى. بخلي لكم حاجه زي كده ان هي بتكبر تمام كده، فانا هسيبها تخمر وبعدين اقسمها الكور بعد ما تخمر. طبعا كل ما بتخمر كل ما بتطرى. ده هي بس بقى نيجي نعمل مع بعض دي، اوريك نعملها ازاي. معانا ام محمد، اهلا وسهلا. ازيك يا مدام نجلاء؟ يا اهلا وسهلا، ازيك يا ام محمد؟ ازي صحتك عامله ايه؟ التليفون بقى حلو على حسك. الله يخليك، الله يصلح حالك. الله يكرمك، عامله ايه؟
الحمد لله والله بخير. الحمد لله يا رب. الحمد لله يا حبيبتي. الحمد لله. ربنا يحفظك واولادك. الحمد لله. الحمد لله. ربنا يخليهم لك يا رب ويبارك لك فيهم يا رب. احنا وانت يا رب. احنا وانت. امين يا رب. لو سمحت يا مدام نجلاء، والله انا يعني انا محروقه برضو وانا بقول لك يعني، بس انا عايزه اناشد بس وزير الصحه. دواء ضغط الدم مش لاقيينه ومش عارفه اخد بديل له، ومتبهدله بقالي سنه. مش لاقيه له بديل؟ مش لاقيه له بديل، لان انا باخد اللي هو براندين ده اللي هو ضغط الدم العالي الشديد بعيد عنك. انا باخده حوالي بقالي 23 سنه. يعني كل الناس مش لاقياه؟ مش لاقيينه خالص في الدخانات، حتى هم منعوه ينزلوه حتى لو غالي مش مشكله. هو كنت بجيب العلبه في وسط ب 15 جنيه. مش مشكله لو نزلوه غالي، مش مشكله. لا طبعا، ده اهم حاجه الدواء، ده اهم من اي اكل، اهم من اي حاجه. الدواء ده اهم شيء طبعا. مش عايزه حاجه الا هو بس يعني. لا. انا الحمد لله، الحمد لله مش عايزه حاجه الا هو بس. ما هو اهم حاجه، ده اهم حاجه الدواء. يعني انا دلوقتي عدت بعاني بعيد عنك، يعني القلب بقى فيه مشكله والكلام ده. يعني انا ربنا يعافيك يا رب. اللهم امين يا رب، احنا والمسلمين اجمعين. فمش قادره خالص يعني استغنى عنه. لا ان شاء الله يا رب حسك يوصل له ان شاء الله. والله يا مدام نجلاء قال لي استعملي كركريه. بحيث ان هو برضه يساعد معاك شويه. طبعا. بس البديل مش قادره اخده، باخده برجع. يعني مش عايزه اتكلم اللي بيحصل لي عشان ما فيش حد يقرب. لا ربنا يشفيكي ويعافيكي ويا رب ان شاء الله كده. اهم حاجه الدواء ان شاء الله، يحاولوا يجيبوه من بره من جوه من اي حته، بس اهم حاجه الدواء، دواء الناس ده اهم حاجه. فان شاء الله يكون سامع حسك وربنا كده يسهلها ان شاء الله على خير. معانا امير، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا اميره؟ الحمد لله. سمحت يا مدام نجلاء، انا عندي سكر وعندي انيميا تحت عينيا كده جديد. وما بتروحش، باخد لها حقن للانيميا وما بتروحش. انيميا؟ ايوه. انيميا بتاخدي لها ادويه؟ ايه؟ بتاخدي لها ادويه؟ للانيميا بتاخدي ادويه؟ حقن كمان؟ دي قويه عندك كده. طب انت متابعه مع دكتور ولا لا؟ متابعه مع دكتور؟ متابعه مع دكتور. وقال لك ايه؟ يعني قال لك ادويه بس ولا ادويه واكل؟ لا ادويه بس. لا اكيد ادويه واكل اكيد، لان دي حاجه مهمه جدا. يعني الاكل، وبعدين تاخدي كل الخضار، كل الحاجات اللي فيها حديد، دي حاجات مهمه بالنسبه لك قوي. يعني مثلا البنجر ده خليه كل يوم، كل يوم تاخدي بنجر. ده مهم. بنجر عملنا قبل كده مشروب الانيميا، ايه تجربيه؟ اللي هو كان نص بنجرايه ونص تفاحه. قولي يا حبيبتي. عامله لي جفاف في وشي ووشي على طول بيقشر. ما هو لا، ميه. انت ما بتشربيش ميه؟ بتشربي ميه؟ بشرب ميه كتير. لازم تشربي ميه كتير، وخدي برده المشروب بتاع الانيميا اللي احنا عملناه قبل كده، ده مهم قوي. كل يوم تاخديه مرتين في اليوم، وبرده تتابعي مع الدكتور، ده اهم حاجه، لان ممكن يكون عندك زياده اكتر. ففعلا انت كده احتاجتي للحقن، فانت محتاجه ادويه تاني، فلازم تتابعي مع الدكتور، وبرده تساعدي نفسك. يعني تشربي ميه كتير قوي. مشروب الانيميا اللي عملناه ده حلو جدا، اللي هو بتاخدي نص بنجرايه مع نص تفاحه مع نص برتقانه، تعمليها كل يوم الصبح عصير وبالليل عصير، كل يوم بعد الفطار وبعد العشاء، بعد الفطار وبعد العشاء. البنجر مهم قوي، والتفاح والبرتقال. ماشي، والبرتقال مال الدنيا دلوقتي. فطبعا ده مهم قوي انك تاخديهم مع الادويه بتاعتك طبعا، وتشربي ميه. بصوا انا عملت ايه؟ بصوا كاني بعمل رغيف كده اهو، مدور كده. ادي كده رغيف. ماشي، نعملهم كلهم بالشكل ده. انا سيحت معلقه سمنه. انت ممكن برضو لو هتعملها صيامي او مش عايز تستعمل سمنه، تستعمل زيت. في ايه؟ في الخطوه اللي هقول لك عليها دلوقتي. انا عملت العجينه دي ازاي؟ 3 كوبايات من الدقيق، عليهم معلقه كبيره خميره، معلقه كبيره سكر، رشه الملح، وايه، وحطيت نص كوبايه زبادي وربع كوبايه زيت، وقلنا ممكن نستغنى عن الزبادي. وعجنت بالميه. تمام كده. بعد ما عجنتها سبتها تخمر، قسمتها كور وسبتها تخمر تاني، وبقت بالشكل ده. تمام كده.
هنعمل فيها ايه؟ انا سيحت معلقه سمنه وزي ما اتفقنا ممكن ان احنا نستبدلها بالزيت. اهو بصي كاني بعمل رغيف، اعمل ايه بقى؟ كانه رغيف عادي خالص اهو. هجيب بقى فرشه 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 سمنه او زيت، سمنه او زيت. ندهنها كده، ندهن الرغيف اللي انا عملته ده كده. دهنه بسيطه خالص سواء زيت او سمنه، دهنه بسيطه. انا بدهنها علشان لما اقفل ما تلزقش في بعض اهي كده اهي. تمام عملتها ايه نص اهو. نيجي هنا معانا ابو محمد، اهلا وسهلا. اهلا شيفنا جلاء، الله يسلمك. اهلا وسهلا، زي حضرتك. الله يسلمك يا فندم، انا بحب برنامجك جدا وبحب كل اكلاتك. الله يكرمك يا رب، الله يكرمك. ازاي حضرتك عامل ايه؟ الله يخليك، الحمد لله. انا بقول ملحوظه بمناسبه الست اللي عندها انيميا دي. ايوه اتفضل. الست اللي عندها انيميا دي ممكن يكون عندها انيميا فول، لان انيميا الفول بتختلف عن الانيميا العاديه. انيميا الفول بتعمل لها كده قصد حضرتك يعني؟ ايوه فندم. ما اكيد الدكتور عارف بقى ولا ايه؟ لا هي نفسها، هي نفسها عشان الحقن اللي بتاخدها ديت انيميا الفول بتختلف عن الانيميا العاديه، لان الانيميا العاديه بتبقى حضرتك المشروب البنجر ده بينفعها. طب دي ممكن تاخد ايه انيميا الفول؟ طب حضرتك عندك فكره؟ انيميا الفول لا والله، انا اعرف ان انيميا الفول ديت ما بتاكلش البقوليات كلها بانواعها، والفول والحاجات دي بتبقى طيب ماشي. هي اكيد لازم الدكتور. اكيد، شكرا جدا ليك، ربنا يكرمك. متشكرين. هي ممكن فعلا كده، بس ايه، هي فعلا لازم تتابع مع الدكتور، هو هيقول لها تعمل ايه بالظبط. بصوا كده انا عملت ايه تاني كده، وراح واخده النص ده، دهنه سمنه او زيت زي ما اتفقنا. انا بعمل كده عشان العجينه تبقى تطلع لي ايه زي ما انا عاملاها زي السندوتش كده اهي. بصوا كده، واروح ايه قافله كده بقى اربع ارباع زي ما هو، سيبه كده حطه كده. تمام اهو تاني زي الرغيف، دهنه السمنه بسيطه كده، بقت نص رغيف، دهنة سمنة أو زيت زي ما اتفقنا. وأقلب بقى ربع رغيف. أما تيجي تستوي بقى هتشوفها شكلها إيه. ماشي بالشكل ده، أسيبها بس تريح شوية بس أكمل بقى. معانا أماني، أكمل كل الكمية اللي عندي. يا أماني إزيك؟ الحمد لله. زي حضرتك؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله والله، الحمد لله. الحمد لله. حضرتك بخير؟ الحمد لله، ربنا يخليك. ايه عندك برد ولا ايه سلامتك؟ لا بس الايه؟ غير الجو طبعا شويه كده. ربنا يديك الصحه. ربنا يديك الصحه يا بنتي. ايه اخبارك قولي لي؟ الحمد لله والله. كان في بس طلب، بعد اذن حضرتك لما هتكوني هتعملي حاجه بكره قولي لنا، ممكن مثلا بروجرام هيبقى بكره فيه كذا. ما تفوتناش يعني، ساعات الواحد ما بيلحقش يشوف الحلقه من اولها وكده. ايوه طب حاضر. عينيا طبعا، ممكن ان شاء الله، بس ربنا يسهل. ابتكر يعني ايه، هحاول اعمل كده ان شاء الله، واقول لكم بكره هنعمل ايه ان شاء الله على خير. شكرا جدا ليكي. الساعات عارفه تبقى بايه، نيجي ناكل نعمل ونغير الموضوع كله، فعشان كده انا كنت الاول بعمل كده، بس ساعات بغير الاكله، ساعات مثلا الاقيها لا الاقي حاجه احلى منها، فده اللي بيلخبطنا. بس ماشي تاني اهو، نكمل دول. مسحه سمنه
ممكن طبعا تروحي عامله كل الكميه بالطريقه دي وتروحي ايه ماشيه عليه هتخلصي طبعا اسرع. فريدي 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 كله وادهني سمنه وطبقي اهي نص كده نص كده اهو تمام كده. حاضر واجي مسحه سمنه كده بس كلها ما تخليش اطراف ما فيهاش لا سمنه ولا زيت لا كله لازق يا سمنه يا زيت يعني ناخد الاطراف كده عشان ما تلزقش في بعض الاطراف. انا عايزاها تفتح بقها كده لما تستوي ماشي كده لان العجين لو دخل ما فيش بينه سمنه هتلزق في بعضه. وبقى الربع اهو كده بقى الربع كده وكده وعلى الصينيه تعالي كده وكده بس اسيبها بقى شويه صغيرين واروح ايه يعني قولي تريح كده قد خمس دقايق بس واروح مدخلها الفرن تمام. طب انا دلوقتي هطلع فاصل وهرجع بعد الفاصل نكمل وصفاتنا وفاصل ونواصل. ورجعنا من فاصل ودلوقتي هنعمل مع بعض عجينه الشو ماشي وهنحشيها كاستر. هنعمل حاجه برضو حاجة حلوة سهلة جدا تنفع عيد ميلاد تنفع ضيوف جاية تنفع أنا عايزة أعمل حاجة حلوة سريعة هي دي شبه الجاتوهية كده وبرضو سهلة وإن شاء الله تبقى مضمونة النجاح. إزاي؟ أقول لك أنا بس ده كيس حلواني عشان إيه هنشتغل بيه برضو. هجيب هنا بسم الله الرحمن الرحيم عايزة بس أبص على العيش أهو بصوا العيش بتاعنا بقى شكله إيه بيفتح إزاي. شوف اخبار ارضيته ايه على كفايه يطلع فوق بقى هوريكي شكله هو بصوا بصوا واسع بقى واسع زي فتح كده فالسمنه بتخليها ما تلزقش في بعض خلاص. طيب اوكي مديكي ظهره هو اصلا زعلان منكوا اصلا رغيف مديكي ظهره كده اما يستوي لما يستوي هوريه لكم الوش. طيب عجنت الشو دي هنعملها ازاي؟ عندي عجينه وعندي الحشوه وعندي الوش بتاعها اللي بقى اخليها زي الجاتوهيه السهله البسيطه جدا. الحشو العجينه نفسها عباره عن كوبايه ونص من الدقيق كوبايه ونص من الدقيق عليها كوبايه من الميه اربع معالق كبار من الزيت رشه الملح فانيليا اتنين باكو او تلاته باكو فانيليا واربع بيضات. عملناها ازاي بقى بتتعمل عجينه الشو ازاي دي هقول لك دلوقتي. طيب الحشوه انا هحشي كاستر او مهلبيه اللي انت عايزاه. انا هحط كوبايتين من اللبن عليهم ثلاث معالق كبار من النشا عليهم حوالي ربع كوبايه من السكر سكرها معقول اللي على الوش تاني هعمل صوص شوكولاته. صوص شوكولاته عباره عن ايه؟ كوبايه من الشوكولاته المبشوره معلقه كبيره من الزبده وحوالي معلقه او معلقتين من اللبن بس تمام. طب نعمل العجينه بنعمل ايه بقى؟ نجيب حله كده بسم الله الرحمن الرحيم ممكن نقربها هنا هحط فيها معلقه خشب هحط فيها كوبايه الميه واربع معالق كبار من الزيت كوبايه الميه اربع معالق كبار من الزيت حوالي يعني ربع كوبايه يسخنوا على النار ما تغليش عشان لو غليت هتتبخر وتلاقي المقدار بتاع الميه قل. خلاص كده الحاجات دي دقيقه شويه. فانا عندي هنا كوبايه من الميه ربع كوبايه اول ما الاقيها بدات تقبقب كده على طول هنزل بالدقيق اسويه فيها. الدقيق هنا هحط له ايه رشه الملح بس. خلاص كده. طب انا ممكن كمان اولع على الكاستر بالمره علشان يبقى ايه ما ضيعش وقت. الكاستر هنا هحط كوبايتين من اللبن بسم الله الرحمن الرحيم كوبايتين من اللبن عليهم ربع كوبايه من السكر تبقى سكرها معقول قوي سكر غالي اصلا فعشان كده احنا نقلل السكر كده كده ماشي. يبقى كوبايتين من اللبن مع ربع كوبايه من السكر او انت عايزه تزودي زودي براحتك. خليها بس تسخن
وندوب ايه 3 معالق من الكاستر، هنحطهم مع شويه ميه او شويه لبن، بس لازم ندوبهم زي النشا بالظبط. القصه زي النشا، هو اخوات. بص تبدا الميه اهي تسخن، تبدا تسخن، اكون مجهزه كوبايه ونص من الدقيق معاها رشه الملح، زودوك مش هخليها تغلي عشان ما تبخرليش الميه. احط بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم، كوبايه ونص من الدقيق مع رشه الملح، وابدا اعجن على النار. بسوي العجينه، بسوي الايه العجينه على النار. حتى بتلاقي لونها اتغير معاكي كده، يا دوبك كوبايه الميه تسخن معاها ربع كوبايه الزيت، هنزل عليها بكوبايه ونص من الايه من الدقيق. هي بتسيب الايه مكان اهو، بصوا تلاقي سابت الحله كده. على النار بستنى شويه اسوي العجينه. هو ده تسويه العجين، دي هي دي اللي بتخلي الحاجه تنجح معايا. بس ما تطولش على النار، يعني انا مجرد كوبايه الميه ما تغلي وربع كوبايه الزيت يا دوبك هتغلي، اروح منزلها لايه كوبايه ونص من الدقيق مع رشه الملح، اقلبها كده شويه صغيرين قوي، وعلى طول هشيلها من على النار دلوقتي، ما بتغيبش يعني. كده عملت كوره، اروح واخداها على العجان او على ايديا، ابدا ان انا اهويها. اهي كده اهويها بقى، اطلع منها البخار ده. العيش ده قرب خلاص يستوي، يعني اوعى انساه اوعى يعني ده ايه دقيقه بس واحده واطلعه. اوكي فكروني بقى اهو، تعادل شويه. ادي كده الكاستر، اجيب بس كده ايه اخد 3 معالق من الكاستر، بسم الله الرحمن الرحيم، 3 معالق كبار عشان يبقى تقيل شويه، على شويه لبن او ميه، وهنزلها على اللبن. هيغلي وخلاص على كده، ده كده الكاستر خلاص. كوبايتين لبن، ربع كوبايه من السكر، سبتهم على النار ايه يغلوا او يسخنوا، نزلت عليهم 3 معالق كبار من الكاستر، واخليهم يغلوا تاني وخلاص على كده، فخليها لغايه ما تغلي. وهنا ادي معانا العجينه كده اتهوت، ابدا اديها ايه البيض، نحط على الفانيليا حتى، بيضه 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 تخش جوه العجينه، اعمل غيرها. بس استنى من البيضه الاولانيه تختفي. هي دي اهم مرحله في عجينه الشو او عجينه بلح الشام، ان انا اخلط البيضه مع العجينه، بتبقى رزله جدا بقى. بس هو ده هي دي الشطاره بقى، انك تخلطيها بقى بايدك معلقه خشب باي حاجه، دي اللي بتطول معاكي شويه. هنا الكاستر خلاص كده استوى غالي خلاص، فاستوى اهو، حاضر اسيبه بقى يبرد يهدى شويه وبعدين اغطيه. اوكي طلع بس ايه العيش بتاعي عشان كده خلاص، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بصوا بقى شكله ايه، هتلاقيه مفرق عن بعضه بقى، موسع مكان السمنه او الزيت ما انا حطاه. طيب انا هفضل كده ايه
احط عجين البيضه بيضه بيضه في العجينه واوريهم لك بعد الفاصل شكلها ايه. مفاصل نواصل. ورجعنا من الفاصل. بص انا بس ايه بوضب الدنيا. طبعا زي ما انتم شايفين العجينه ماشي. انا عايزه بس طريقه خبز. شفتوا العيش عامل ازاي؟ احنا بقى ايه هنعمل ايه؟ بصوا انا عايزه مفيش صينيه تانيه. هات لي صينيه شكلها حلو. ده اتكسر بعد ما برد بس انا ايه هفضيه عشان اخلص. انا هنا كمان هعمل ايه؟ عايزه اسيح اللي اعمل صوص شوكولاته يتحط على الايه؟ من بره على حته الجاتوه اللي بقولك عليها دي. بص العيش بتاعنا. انا هنا هجيب بس الصينيه دي اوريك هنشكل ازاي عجينه الشير اللي بقولك هنعمل منها حته الجاتوه، يعني تبقى كده مثلا ماشي؟ احنا عاملين كده 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 بس هي لفتين. تعملي منها ايه؟ كده ماشي؟ طبعا هي هتنفش كده. اسحبي على كده ونروح مدخلينها الفرن بقى على الرف الوسطاني على درجة حرارة حوالي 180 او 200، يعني هي عادي معاكي خلاص عشان تاخد راحتها في السوى. هتطلع بقى من الفرن هتبقى بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين كده كده. طبعا عايز تعملي اصغر، بصي انا عامله اصغر بالشكل الصغنون كده ممكن، يعني ممكن تعملي كل الاشكال اللي انت عايزاها. نيجي هنا بس انا عايزه اعمل صوص الشوكولاته بسرعه قوي. بصوا معلقتين لبن، حته زبده، معلقه واحده كده بس، واروح واخده ايه بقى كوبايه بس سايح الزبده، هتسحب اللبن، كوبايه شوكولاته مبشوره، ده اسهل صوص ممكن نعمله. معلقتين لبن، معلقه زبده، وكوبايه شوكولاته مبشوره، ولا بقى سيحتها في حمام ميه ولا اي حاجه، سهله سهله خالص اهي. اسهل صوص شوكولاته، بس سايح الزبده الاول كويس وانزل عليها الشوكولاته واشيلها من على النار على طول، مش هخلي الشوكولاته على النار بقى لا. سيح الزبده اهي. ريحه الزبده اشيلها من على النار، انزل كوبايه الشوكولاته المبشوره واقلب في السريع. انا شايلها من على النار اهو ماشي، اقلب لغايه ما الاقي كل حبيبات الشوكولاته راحت. عشان كده ابشريها، ابشري الشوكولاته علشان بسرعه تدوب معاكي. لو انت عملتيها قطع ممكن تبرد من غير ما تسيح خالص ماشي اهي كده. بس كده تمام كده. اجي بقى هنا اجيب بس طبق للايه، ان شاء الله اعملك بس كام واحده كده عشان عايزه اعملك برضو السندوتشات. نقطعها نحشيها بالشكل ده، نحشيها الكاستر بعد ما برد كده. ما نحشيش قوي، ما نكتريش قوي في الحشوه دي. حته الجاتوه بقى برضو سهله ولذيذه كده. فاكرين الجلاش اللي احنا عملناه؟ يعني احنا ممكن نعمل عيد ميلاد وعملنا تورتيه قبل كده برضو ببسكوت وعملنا، يعني عارفه انا مره ان شاء الله نعمل حلقه كده نعمل فيها عيد ميلاد اقتصادي، نعمل فيها عزومه اقتصاديه، نعمل فيها حاجات كتير ان شاء الله على خير يعني. ماشي ادي كده الكاستر اهو، نفتحها برضو قدامكم تاني عشان تشوفوها اهي. تبقى كده نفتحها كده اهي بالشكل ده زي رغيف العيش كده بالظبط. حط الكاستر، حط
حطها هنا كده. دي بقى كمان من الحلويات اللي مش مسكره، يعني قطعه الجاتوه دي مش مسكره، حلوه يعني حلاوتها ما تلزعش كده او تبقى مسكره قوي تضايقك، لا دي من ضمن الحاجات المعتدله جدا. تمام، عملنا كل المقدار بالشكل ده، حتى لو عايز تعمليها صغنونه كده اعمليها صغيره اللي يريحك، وهروح منزله عليها ايه صوص الشوكولاته من بره. قطعه الجاتوه دي ولا لا بقى كده، يبقى انت عندك شويه سكر صغيرين جوه الكاستر، ومن بره فص الشوكولاته بقى هو اللي ايه اللي هيسكر لك الموضوع شويه، وبرده ما كترش او حسب الطلب بقى. اهو هسيبه كله. انا عايزه اعمل السندوتشات. لا ده لسه ما اتحشاش. حاضر، اجيب بس هنا كده السندوتشات طبق عشان اوريكي شكله ايه. بصي بقى السندوتشات عامله ازاي. بصي العيش لما طبقته اهي بقى ايه، مديكي حاجه طبقات منفصله. بص تيجي تعمليها تتفتح اهي اهي، عشان انا ايه دهنتها دهنتها سمنه او زيت، عملت لها طبقه تفصلها كله بالشكل ده. بصوا بصوا مطبق ازاي، بصوا كده كده. ابدا ان انا احشيه بقى هنا خلاص. ازاي اوريكي، استنى بس كده، انا عايزه المكرونه برده اجيبها لكم. بصوا عملت لها تاج ازاي. اجي بقى هنا اشيل دول، بسم الله الرحمن الرحيم، ونجيب الحشوه اللي انا عايزه احشيها، جبنه بيضاء، لانشون، خس، اللي انت عايزاه. انا مثلا اهو الرغيف اهو بعد ما فتحت اهو، بصوا كده ابدا مثلا احشي هنا، هحط لانشون مثلا، ممكن احط لانشون في الجيب ده، احط هنا مثلا طماطمايه، احط هنا خاصه، ادي كده السندوتش اهو. بص شكله حلو ازاي بقى. اجي هات تاني اهو، حط هنا مثلا جبنه رومي كده، احط هنا الخاصيه برضو، احط هنا طماطمايه. بص السندوتش على بعض اهو، بص شكله جميل ازاي. اجي هنا عايز احط جبنه بيضه، ما عنديش لا ده ولا ده ولا ده، عندي جبنه بيضه. حاضر اهو جبنه بيضه، سندوتش متطبق اهو، طماطمايه، خصايه، سندوتش متطبق في منتهى الجمال. تمام كده، بس كده. طيب كده انا خلصت الحلقه النهارده. عملنا مع بعض ايه؟ عملنا المكرونه اللي بصوص الفلفل، ده سندوتش المطبق اللي انا عملته، مكرونه بصوص الفلفل، عجنت الشو بالكاستر، وعملنا كمان كباب الفريك. ويا رب الحلقه النهارده تكون عجبتكم، واشوفكم على خير الحلقه الجايه. الى اللقاء.